لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الماتش بقيادة رضا حكم ويعود بنتيجة إيجابية من تل ملعب ولي الحسن. كل شيء ممكن، الماتش بإمكانه أن يخرج منتصرا والفتح بإمكانه كذلك أن يخرج منتصرا. كل شيء ممكن في ما تبقى من دقائق المباراة في شوط ثاني، سيكون شوطا مثيرا من الجهة اليمنى تلعب فريطيس رضا العلاوي يتسنتي المقار فتح الرباطي سعد تقول فوق تفوس الفغورين وردي سامية وردي صادو يو الفتح الرباطي كاتينا تزمم تيم سويت تاتام زيرو تيم سويت تزول تزيد تسموس جمال السلامي ترسان فوت امين تقول تشقان يو تيكل تيضن بيشو سهيلي شو وعلي الشوكة تنزم نمتيم سويت تترب تسيا تفاز برافو يحيى الفيلالي محساني مرابط أناس مرابط كمال تقول تشقم كان تبوي كيان تقول سينهضرنا الفتحة محمد كمال المغرب من تطوان المغرب من تطاوين يو تيم سويت تزدي تستدمرها و 17 محمد كمال تقنية دي فولكين تزدي تستدمرها تانا تامت مغرب من تطاوين يزمم تيم سويت في تربوت الفتح الرباطي إلى دران نزدران المقاريض دران جمال السلامي تقول المغرب هذا الفتح الرباطي كانت فوق تقول تشقانتي كتيرني المغرب من طاطاوين مكان تاكورت فوق سمو سيد متر 50 يترب عازن ذري فوق المهدي بن عبيد تاكورت اغاموس نور الدال تاكورت اشقان مكان ديك تاع تاكورت سي لو ديفا تاكورت غزيفان يو مكان تاكورت ديك تاع نور تيوميز كاميني ما تسال فتح الرباطي تاكورت اشقان مكان ثلاثه جديد مرار مروان العز او انت كنت مروان العز تنساوي اللي كان هي المحترف في فرنسا عمري تقول اشقان كان يو بس تقول سدوسي مكان ما تتفضل يقول رزقو تحضير من رزقو بشتين نحن يغطي دفاع هجمه مرتده سريعه لفائده عناصر فريق المغرب التطواري رشدي ولاد عبد الوهاب توغل منطقه الجزاء في الخطوره خطيره انطلق كمال وتمريرات كمال محادية غياب الدعم والمساعدة هنا كرة طويلة أمامية بين يدي الحارس هذه خطيرة جول
شوف المباراة بامتياز لكل من حاضر. أنا موجود أتابع ردة الفعل من طرف مكونات المغرب التطواني بعد الضغط الرهيب لجماهير التطوان. يا جمال السلامي لا يزمل توفيق رزقته سددها رائعة 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 يا توفيق رزقه، رائعة كذلك الحارس يحيى الفيلاني ما شاء الله.